بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعرف نفسك؟ قد تعجبون من هذا السؤال، لكن كثيرا من الناس لا يعرفون أنفسهم، وبعضهم لا يبالي بهذا السؤال ولا يعيره أي اهتمام، وقليل منا من يعرف نفسه ويعلم ما لها وما عليها، أي إن الفقيه بنفسه نادر بين الناس. فهل تعلم؟ هل تعلم أن الذي خلقك وسواك جمع سبحانه في خلقك بقدرته وحكمته، جمع في خلقك بقدرته وحكمته بين ما يفنى وهي المادة، وما لا يفنى وهو الروح، وأنه سبحانه هو الذي جهزك بالحواس الخارجية والباطنية، ووهبك عقلا فطريا تولد به، أي يولد معك، ثم يكسبك سبحانه عقلا علميا تجريبيا، أي مكتسبا، فتهتدي بعقلك الفطري وتنتفع بعقلك الكسبي، وأنه سبحانه هو الذي أعد لك ما يحميك ويغذيك وأنت جنين في بطن أمك، وأنه هو الذي اختار لك من يكفلك ويرعاك من ولادتك إلى أن تستقل بنفسك، وأنه سبحانه هو الذي خلق لك ما في السماوات والأرض، خلق لك في السماوات والأرض كل ما تحتاجه في حياتك، ويسر عليك طلبه وتحصيله، وعلم سبحانه أن هناك أمورا تقهرك وتعجزك وليس في إمكانك ولا في طاقتك معرفتها والتعامل معها، فأنزل سبحانه عليك من كلامه ما تهتدي به في بعض ما تعجز عنه مما أمرك بعلمه وطلب منك معرفته وكلفك بالعمل به على الوجه الذي بينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله لك من جنسك من أجل أن يأخذ بيدك ويصحبك في دنياك ولا يتخلى عنك إن شاء الله في معادك. فهل تنكر شيئا من ذلك؟ وهل تعلم له سبحانه شريكا في كل ذلك؟ وهل تفقه إذا كنت أنت الذي تسوق نفسك؟ فإنها شهادة لك بأنك تعرف نفسك. وإذا كانت نفسك هي التي تسوقك فتلك حجة على أنك
جاهل بنفسك. وهل تسمح لي أن أسمعك ما قاله بعض الحكماء في النفس البشرية؟ لقد قال منبها من كان يصحبه ليعلمه ويفقهه ويربيه: اعلم أنك إذا كانت نفسك تبادرك إلى التذكير بآلاء الله وأفضاله وحقه عليك وتحفزك وتحثك باستمرار على العمل الذي يرضيه سبحانه عنك، فتلك أمارة على أن نفسك نفس مطمئنة، وذلك يقوي رجاءك في أن تكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وإذا كنت تجد من نفسك كسلا وتبرما وأحيانا تمنعا وتحايلا، وربما لا تطاوعك نفسك فيما يقربك من ربك حتى تلح عليها وتغضبها وتكرهها، فإنه يرجى لك أن تكتب مع الذين ورد فيهم قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إذا كانت نفسك عصية على التذكير والتنبيه، تنفر من كل إنذار وتستخف بكل تبشير وتستثقل كل تكليف، وتهوى أن تترك سدى وترسل على عواهنها راغبة، النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى خليل تقمع، وليس للهوى حدود ولا ضوابط، وهو أي الهوى وثيق الصلة قوي الارتباط بالشيطان. فمهما أسلمت النفس قيادها للهوى والشيطان سلكا بها كل منعرج خطير وكل منعطف مظلم وكل ملتو متلف من السفاهة والتفاهة والزيغ والضلالة، وكلما تجاوزا بها منعرجا زينا لها الذي بعده، وهكذا تبتعد النفس رويدا رويدا عن نور الإيمان ومعالم الصراط المستقيم، حتى لا ترى شعاعا من نور ولا أثرا من هدى. وقلما تنجو نفس تمكن الهوى من قيادها واستعذبت صحبة الشيطان ونزلت بساحات الشهوات وألفت بريق الشبهات. وقد شبه الحكماء النفس بالطفل الذي يحبو تمنعه أمه من النار أو الحافة أو السم، أو تنزع من يده السكين أو الزجاج فيصرخ ويغضب ويبكي. وهناك من شبه النفس بالبهيمة ترعى بلا حبل ولا راعين على جرف أخضر،
وهناك من شبه النفس بالسيارة في زمننا، بالسيارة في منحدر بدون مقود ولا حصار. وأكبر الجاهلين المغرورين بنفوسهم أولئك الذين يلقون لأنفسهم حبالها على غواربها، فإذا صرخ عليهم نادي العقل يحذرهم أجابوه: دعنا نجرب ونتعرف على ما هنا ونكتشف ما هنالك، ولا تخشى علينا فنحن قادرون على الأوبة بسلام متى شئنا، لأننا على علم وفطنة ونباهة. وأن لهؤلاء المغرورين المساكين أن يفيقوا أو يتحرروا بعد أن تنسج عليهم الدنيا كدودة القز. فاضبط أيها المستمع الكريم، اضبط جموح نفسك بضوابط الوحي، بضوابط الشرع، قبل أن تصير مخدرا، فإن نفسك أمارة بالسوء كما وصفها خالقها. واستعن عليها بالذي برأها قبل أن تهوي بك في مكان سحيق، فإنها عدوك الذي بين جنبيك. ومن يسلم قياده لعدوه إلا من سفه نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.